السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سعاد السوسية. اليوم ان شاء الله فيديو جديد اللي غنوريكم فيه هذا الرشمة. هذه رشمة سهلة للمبتدئات، هي كيف كتشوفوا هي سهلة وغا صغيرة. غنوريكم الطريقة ان شاء الله في التوب وفي الورقة. انايا راه خديت الورقة عادية ديال الدفتر وغلفتها بهاد الورقة باش نطرزها معاكم باش تشوفوا الطريقة واضحة 100%. انا هنايا رشمت الرشمة في الورقة باش تبان لكم مزيان. هانتوما هنا انا تبت الخيط بواحد الشرطة هنايا في الوسط، هي في التوب. المهم راه نفس الطريقة اللي غنوريكم في الورقة اللي غتعملوا في التوب، غير هنايا في الورقة رشمت لكم الرشمة بالستيلو وغنتبع الشراطي بالخيط باش تفهموا الطريقة كيفاش كيتمشى. هانتوما انا تبت الخيط في ديك المربعه، دابا الخيط داز في هاد الشرطه، راح داز من التحت دابا كاين تحت ديال التوب، وهاد الشرطه اللي كاينه في اللي كتبان لكم بالستيلو غنرجع معاها من بعد. انا غنحسب هنايا 4 ديال الشراطي، انا دابا عملت 1 2 3 ها هي الرابعه. انا دابا عملت 4 د الشراطي هنايا، 4 مقادين ها هما 4 مقادين، وهادو اللي ميلين ديال الستيلو راه عملتهم من التحت، يعني هاد الشراطي اللي ميلين كيبانو من التحت ديال الثوب، وهادو اللي مقادين كيبانو من الفوق ها هما. ونفس الحاجه الا كيبانوا لكم ميلين من الفوق يعني من التحت غيبانوا مقادين، يعني المهم نفس الطريقه بحال. ودابا كنرجع معهم، انا راح رجعت مع هذه اللي عملتها في الاخر وغنرجع مع هادو اللي كيبانوا لكم دابا بالستيلو، غنرجع معاهم. وسمحوا لي راه كنطور يدي مزيان حيت الكرتونه قاصحه وما كتبانليش الخدمه، ما كنقدرش ندخل البره هكا من تحت بلا ما نطور يدي. هانتوما انا دابا راه عملت هاد الجهه بنفس الطريقه اللي غنعمل لهاد الجهه حتى هي، غنعملو لها نفس الطريقه، كنعملو 4 د الشراطي 4 د الشراطي وكنرجعو معاهم. ودابا
غنرجعو معاهم. انا عملت 4 ورجعت معاهم. بغيت نوريكم الطريقه في الورقه ديريكس بلا ما نرش مرشما، نوريكم فيها الطريقه. وهنايا كاينه هاد الشرطه، دابا عملت هاد الشرطه اللي كتبان لينا من الفوق، وهذه اللي ما كتبانش لينا كيبان السيلو، هي كتبان من التحت ديال الثوب. وملي غنرجعوا معاهم غيبانوا لينا في جوج جوايه. هنايا هبطت بواحد الشرطه وغنرجع بوحده، يعني هنا كاينين جوج شراطي وغنرجعو معاهم. هنايا غنعملو نفس الطريقه، كنعملو الشرطه، نرجع معاها. وهنايا عملت الشرطة رجعت معاها، وعملت الشرطة في هذه الجهة حتى هي ورجعت معاها. وهادو رجعت معاهم، وهادو اللي كاينين هنايا، هاد الشراطي هادو اللي كيبانوا لكم هنايا بالستيلو، حتى هما غنعمل الشرطه. ها هي عملتها دابا من تحت، ها هي، وغنرجع معاها. هنايا نفس الطريقة، صافي. وكنرجعو مع هاد الشراطي اللي عملنا في الاول اللي طلعنا بهم، صافي. وغندوز لهاد الجهة حتى هي، هانتوما غنعملو نفس الطريقة. غنحسبو هنايا 4 الشراطي، ونعملو هادي. المهم بحال هادي نفسها اللي غتعملو هنايا هاد الجوايع حتى هما. المهم هو نحسبو 4 صافي بنفس الطريقة، وانا غنوريكم الطريقة في التوب حتى هو. انتما دابا غنوريكم الطريقه في الثوب. كاينين هنايا 4، 1 2 3 4، غتحسبوهم. ها هو هاد، ها جوج، ها 3 4. غنرجعو معاهم طريقة راهو وريتها لكم في الورقة. يعني كنديرو الشراطي وكنرجعو معاهم. هنايا كنطلعو 4 الشراطي. كيفاش كنحسبو 4 الشراطي؟ هنا هنايا كيبانو 3، ولكن كنحسبو هاد البلاصه 1 2 3
4 ملي كنرجعو مع هذه اللي كاينه في الاخر كيبانو لينا 4 1 2 3 4 يعني 1 2 3 4 كنحسبو هنايا هنايا كنرجعو معاهم هنايا كنطلعو نعملو هذه اللي كاينه هنايا بنفس الطريقه اللي عملنا في الكاري هانتوما عملت الشرطه رجعت معاها عملت ثاني الشرطه هنايا هذه الجهه رجعت معاها رشمة سهلة للمبتدئ اس هانتوما هنايا وصلت هاد البلاصة هاد الشراطي هادو غنعملهم زيبا يعني الشرطة نرجع معاها في البلاصة فين كنت هنايا ثاني الشرطة نرجع للبلاصه ديالها وهذه غنسدها هذه راه طلعت بها ملي طلعت نعمل هادو هانتوما وغنسد هذه حتى هي دابا راه الخدمه كتبان لينا من تحت والفوق يعني في جوج جوي هانتوما ها هي رشمه من بعد ما ساليتها المهم رشمه سهله وخفيفه للمبتدئ باش دغيا يتعلموا حيت هكا دغيا غتعلموا تعملوا الرشمه في الاول الرشمه اللي هي سهله باش تفهموا الطريقه كيفاش كيتمشى الطرز الفسيح حيت راه ساهل غير ملي كتبداو هكا بشي رشمه مشبكه وعامره غتلفوا هكا الا بديتو بهذا النوع ديال الرشمات غيجيكم ساهل حيت الطرز الفاسي ساهل غير المهم هو فين ما دزتو ترجعوا معاه ما تنساو والو صافي ودغيا غتعلموا ان شاء الله ولا عجبوكم بحال هاد الفيديوهات باش نشرح لكم الطريقة في الورقة قولوها لي في تعليق او لا نشوف العدد كتير ديال اللايك وحتى الفيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.